الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن توحيد الربوبية معناه اعتقاد انفراد الرب سبحانه وتعالى بمعان ثلاثة أساسية. المعنى الأول معنى الخلق والرزق والتدبير والإصلاح لشأن المخلوقين مثل ملك الضر والنفع والإحياء والإماتة والإسعاد والإشقاء وسائر الأفعال التي يفعلها الله عز وجل بعباده، فهو سبحانه وتعالى رب العالمين، خالقهم ورازقهم ومصلح شأنهم ومدبر أمرهم سبحانه وتعالى. وأن المعنى الثاني هو انفراد الرب سبحانه وتعالى بمعنى الملك، فهو وحده المالك لجميع الأشياء، كل ذرة فما فوقها وما دونها كل في ملكه سبحانه وتعالى، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وأما المعنى الثالث فهو معنى الأمر والنهي والسيادة والتشريع، كما قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فكما أنه سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق فكذلك هو منفرد بالأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فمعنى اعتقاد أنه رب العالمين يلزم أن يعتقد كل مؤمن أنه وحده الذي له الخلق وأنه وحده الذي له الأمر، الأمر الشرعي والأمر الكوني، أن يأمر فيكون ما أمر به سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو السيد الحق لهذا الكون عز وجل، فكل ما يأمر به عز وجل يكون أي يقع وينفذ. من معاني الرب في اللغة ما ذكرنا معنى السيادة، ومنه قول يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك. قال عز وجل: وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أي سيدك الذي تطيعه. السيد، وذكر في لسان العرب أن الرب هو السيد الآمر الناهي المطاع. ومنه قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، هم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بمعنى التحليل والتحريم والتشريع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا لكم الحلال ويحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قال عدي: بلى. قال: فتلك عبادتهم. واتخذوا المسيح ربا بزعم أن الله قد حل فيه أو أنه هو الله، فهم يعتقدون أنه الخالق الرازق المدبر المالك بالمعنيين الأوليين بالإضافة إلى المعنى الثالث. فالمؤمن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الرب الخالق الآمر الذي يأمر فينفذ، والذي له أن يشرع ويحلل ويحرم، له وحده حق التشريع، حق الأمر والنهي. فالله عز وجل وحده له الأمران، لأن كلمة الأمر تشمل كل أنواع الأمر: الأمر الكوني الذي يكون به الخلق، يقول للشيء كن فيكون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والأمر الشرعي الذي يشرعه لعباده، نحو: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أمر، صيغة أمر، المقصود به التشريع، أمر شرعي، ليس من باب كن فيكون، ليس من باب الأمر التكويني
وإلا لو كان كذلك لما وجد إلا من يعبد الله. لو كان من باب كن فيكون لوجد الناس أنفسهم يصلون ويصومون كما يردون قلوبهم تدق وعروقهم تنبض. لكن المعنى اعبدوا الله يعني افعلوا أنتم باختياركم ما أمركم الله عز وجل به. هذه هي العبادة الاختيارية التي يفعلها العباد بإرادتهم. ولذا هذا الأمر هو الأمر التشريعي: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. يذكر أيضا من المعاني اللغوية يقال: رببت الناس سستهم إذا كنت فوقهم. الذي يسوس الناس يأمرهم وينهاهم هو ربهم بهذا المعنى. ذكرنا مظاهر الشرك في الربوبية بالمعنى الأول باعتقاد خالقين رازقين مدبرين مع الله عز وجل، وهذا من شرك الأمم السابقة كالفراعنة واليونان والرومان والهنود وغيرهم، وكشرك من يدعي أن للكون أقطابا يدبرون الأمر ويرزقون الناس وينصرونهم ويضرونهم وينفعونهم من غلاة عباد القبور ومن الرافضة الذين يعتقدون أن الأئمة مدبرون للكون والعياذ بالله. والمعنى الثاني الذي ذكرنا من مظاهر الشرك فيه اعتقاد أن البشر يملكون مع الله سبحانه وتعالى أو من دونه فلا يرجعون إلى شرعه بشيء، هم أحرار مع الله سبحانه وتعالى يتصرفون تصرف الأحرار. أما هذا المعنى الثالث فمظاهر الشرك فيه متعددة قديما وحديثا. من مظاهر الشرك في الربوبية في هذا المعنى، معنى الأمر والنهي والتشريع، اعتقاد أن مع الله عز وجل من له حق الأمر والنهي والتشريع أو حق تبديل الشريعة، وكلاهما كفر والأول أشد. أعني من يعتقد أن له أن يشرع ابتداء ولا يلزم شرع الله أصلا ولا ينسب ما يفعله إلى الشرع كما هو واقع في الملحدين العلمانيين الذين يقولون بالتشريعات الأرضية التي اخترعوها واخترعها سادتهم وأربابهم من زبالة أفكارهم وحثالة عقائدهم، ولم ينسبوها إلى الله عز وجل، ولم يقولوا هذا الذي شرعه الله. وهذا أغلظ في الشرك، وهو ظاهر جدا، من أنهم يأبون إثبات هذا الحق لله عز وجل، يجعلونه خالصا للشركاء، يجعلون هذه الصفة خالصة للشركاء، لم يجعلوا شيئا لله سبحانه وتعالى، ولا يرجع الناس إلى ربهم بشيء من ذلك، ويصفون التشريعات الإلهية الربانية بأنها مخلفات العقود الوسطى والقرون الوسطى الجاهلة الظالمة، ظلمات القرون الماضية، وينسبون إلى الشريعة أنواع انتهاك حقوق الإنسان وأنواع الوحشية والتخلف والتأخر. وهذا لا يصدر من مسلم بحال من الأحوال، لا يشك في كفر من يقول ذلك ويعتقده إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثل من شرع ذلك. وأما الثاني فهو الذي يعتقد حق التبديل للشريعة، فهو يقول أن الشريعة أتت بتحليل وتحريم، ولكن الأحبار والرهبان والمشايخ والعلماء والسادة والملوك لهم حق تغيير ذلك، فينسبون هذا إلى الدين، والأول لا ينسبه إلى الدين. وإن كان هذا شركا فالأول بالأولى شرك، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم أعد النوع الثاني شركا وعبادة من دون الله، وبين معنى الربوبية التي كانت في اليهود والنصارى. ومن يعرف تاريخ ما فعله النصارى خصوصا واليهود قبلهم
وهم على إثرهم يعلم حقيقة ما وقع وأنهم يعتقدون فعلا لما جميعهم حق تبديل الشريعة وتغييرها، بل يعتقدون لهم حق تبديل الاعتقاد والأخبار، فلهم أن يقولوا مثلا في زمن أن اليهود هم الذين قتلوا المسيح، ثم بعد ذلك بزمن يبرئونهم ويقولون يلزم اعتقاد أنهم ليسوا الذين قتلوا المسيح وأنهم أبرياء من دمه، ويلزمهم تعظيم أيام ثم إذا غيرتها المجامع غيروها، ويلزمهم عندهم في زمن ما كما ذكرنا اعتقاد معين يتغير بتغيير المجامع له وتغيير البابوات والأحبار والرهبان. وأصل عقيدتهم إنما قرروها في المجامع، لم تقرر في الكتب ولم تؤخذ من الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. وأما تبديل التحليل والتحريم فكثير جدا عندهم في الأعياد وفي الحلال والحرام، فقد نصت التوراة على تحريم الخنزير وما زال اليهود يلتزمون بذلك، وأوجبت الختان وما زال اليهود يختتنون، والنصارى يمنعون النسخ ويعتقدون عدم مشروعية النسخ أصلا، عدم وجود النسخ أصلا، فهم ملزمون بحكم العهد القديم بزعمهم، ومع ذلك استحلوا الخنازير في العالم كله، استحلوا الخنزير في العالم كله بكل طوائفهم، لأنها من ضمن القرارات التي أصدرتها المجامع. بعض المجامع أحلت الخنازير فاستحله النصارى بناء على ذلك، وتركوا الختان في كثير من مذاهبهم وطوائفهم، رغم أن العهد القديم عندهم يلزم بذلك. وأما الأعياد فشهدت تنوعا عجيبا بين الطوائف، فهؤلاء يحتفلون في موعد والآخرون في موعد آخر، ومعلوم عندهم أن الذي وضع هذه التشريعات هم الملوك والأحبار والرهبان. قال الله سبحانه وتعالى عنهم، عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لم يعتقدوا أن الأحبار والرهبان خالقون أو رازقون أو يدبرون الأمر، لم يكن الأمر كذلك، ولم يعتقدوا أنهم مالكون لهم، وما ظنوا أنفسهم رقيقا عند الأحبار والرهبان، بل ادعى الأحبار والرهبان الزهد في الدنيا وجلسوا في الصوامع، ولكن كان الشرك واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من جهة التشريع. عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصليب وثنا، لأنه يعبد من دون الله ويعظم ويكذب وحي الله عز وجل وكلامه بسببه، فهذا وثن يجب طرحه وإلقاؤه ونزعه وعدم تعظيمه بحال من الأحوال، ولذا رفعه علامة كفر وشرك والعياذ بالله، وكذا لبسه، فمن لبسه كان مرتديا وثنا نعوذ بالله. قال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من أربابا من دون الله. قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. قال: ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قلت: بلى. قال: تلك عبادتهم. الحديث رواه الترمذي والبيهقي واللفظ له، وحسنه الترمذي وحسنه الألباني، وروى الطبري مثله من طرق، وروي عن جمع من الصحابة موقوفا في تفسير هذه الآية الكريمة، موافق للمرفوع ومعضد له، ومن هنا حسنه من حسنه من العلماء. نقول في هذا الحديث قضيتان: قضية اعتقاد أن لغير الله أن يغير الشرع، وله أن يحكم ويحلل ويحرم، من اعتقد ذلك في أحد فقد اتخذه ربا، هذا شرك في الربوبية، حتى ولو لم يأخذ عنه شيئا، يعني حتى لو بقي هذا الشخص مستمرا على ما سبق من نظم وقواعد حتى ولو كانت شرعية، لكنه يعتقد أن للكبراء والسادة والملوك
العلماء أن يبدلوا الشريعة والعياذ بالله. فكما يطلب كثير من العلمانيون والغربيون من المسلمين أن يغيروا أحكاما في الشريعة مثل الولاء والبراء، ويقولون لهم احذفوا هذه الآيات التي تدل على كراهية الآخرين من غير المسلمين والتي تصمهم بالكفر وتتوعدهم بالعذاب، لأنهم قد تعودوا فعلا على مثل هذا في كتبهم وأحكامهم، أن يذهبوا إليهم ويطلبوا منهم تغيير هذه النصوص وإبعادها وإلغاءها وتغييرها، وقد فعلوا ذلك بالفعل. فكثير منهم يقول اجلسوا وقرروا شيئا، حلونا من هذا الأمر، دعونا نبتعد مثلا عن هذا التجديد أو نحو ذلك. فهذا الاعتقاد نفسه حتى ولو لم يستجب لهم ولم يتم شرك في الربوبية والعياذ بالله من ذلك، لأنه يعتقد أنه يمكن أن يشرع الله حكما وللناس أن يبدلوه ويغيروه ويحرموا ما أحل ويحلوا ما حرم. فهذا والعياذ بالله اعتقاد ربوبية، شرك ممن اعتقد ذلك، شرك ممن اعتقد ذلك. إن ادعاه إنسان لنفسه كان طاغوتا من الطواغيت، إن قال أنا الذي أشرع وأحلل وأحرم كان طاغوتا من الطواغيت، وكان يعبد نفسه وشيطانه من دون الله. وإن اعتقده الأتباع والعوام والطغام والجهلة لكن علموا أنهم بدلوا الشريعة وغيروها، فهو شرك منهم في الربوبية بهذا الاعتقاد. أما القضية الثانية فهي قضية الاتباع على ذلك التبديل، معتقدا ما قاله دون ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يعتقد أن ما قاله هو الحق الواجب للاتباع دون ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك في الإلهية، عبده من دون الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تلك عبادتهم. إذن أثبت أنهم عبدوهم من دون الله، والعبادة شرك في الإلهية. وأما الاعتقاد بأن لهم التبديل فضلا أن يكون لهم حق التشريع دون الله عز وجل، أعجب ما يسمعه الإنسان أن يقول أنهم إن نسبوا ذلك إلى الدين كان شركا، وإن هاجروا الدين بالكلية وتركوه بالكلية ولم يعتبروه أصلا وجعلوا ما اعتبروه هم وما صنوه هم هو الشريعة الواجبة اللازمة للاتباع أن ذلك لا يكون كفرا ولا شركا. والله إن هذا لمن العجب، أعجب ممن يقول أن أف في للوالدين محرم وأما الضرب فليس بحرام، فأما الشبء الشتم والقذف فليس بحرام، هذا لا يقوله عاقل يفهم الخطاب، فكيف أن ينسب ذلك إلى أهل العلم؟ فهذا كلام فاسد بلا شك. أن البعض يحاول أن يفرق ويقول هؤلاء الذين شرعوا التشريعات الباطلة لم ينسبوها إلى الدين ولكنهم أوجبوها أعظم من الدين، بل أمروا بترك الدين وألزموا بذلك، هذا أغلظ. الذي يمكن أن يقع فيه بعض أهل العلم أن يغير شيئا متأولا ينسبه إلى الدين ويقول هذا من الدين، يمكن ظن التأويل في هذا، يمكن أن يكون هناك خطأ في الاجتهاد في هذا، ولكن لا يتصور في النوع الأول. وكلاهما كما ذكرنا اعتقاد أن لأحد دون الله عز وجل أن يشرع. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يبدل من تلقاء نفسه فضلا أن يلغي الدين بالكلية ويقول لا يلزم الدين ولا تشريع ولا التشريعات التي أنزلها الله، وإنما يلزم ما وضعه الناس بآرائهم من غير مستند من شريعة الله. فهذا كما ذكرنا اعتقاد في الشرك في الربوبية، وإن اتبعهم على ما بدلوا، وهذا غالبا ما يقترن النوعان بعضهما ببعض، يعني نحن نفصل بينهما نظريا لكي نفهم المعنى، ولكن واقع الحال أنه إذا اعتقد لهم حق التبديل وحق التشريع من دون الله وتغيير شرع الله سبحانه وتعالى فهو يتبعهم على ذلك، لأنه يقول هذا هو الحق والدين. فهذا
الاتباع شرك في الإلهية، عبادة من دون الله، كما قال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهم أمروا أن يعبدوه بكل معاني العبادة التي من ضمنها اتباع الشرع، فالتحريم والتحليل يكونان على النحو الذي شرعه الله، الحلال ما أحله والحرم ما حرمه سبحانه وتعالى. رضي الناس بذلك أم أبوا؟ ومعنى ذلك أنه لا يجوز لإنسان أن يعتقد أن لفلان كشخص أو لطائفة من الناس حق التشريع ولو لم يتحاكم إليهم، كما يعتقد أصحاب الديمقراطية أن لكل شعب من الشعوب أن يشرع نفسه ما يشاء وإن لم يتحاكموا هم إلى تشريعاتهم. يعني يقولون أنك قوانينكم ملزمة لكم ولمن دخل في بلادكم، ونحن إذا كنا مواطنون إذا كنا مواطنين عندكم كنا ملتزمين بهذه الشريعة، لكننا مواطنون في دولة أخرى فيلزمنا ما عندنا من التشريعات. يمكن أن يقع ذلك، ناس تعتقد مثلا أن هذه القوانين الشرعية لازمة للناس في بلاد الإسلام، وأما إذا كان المسلمون في بلاد أخرى فلا تلزم هذه التشريعات. هذه طبعا ليست مبنية على مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، لكن تصويب هذا الحق للكفار، ليس أن هذا لأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، لكن أن يصوب لهم أن يقولهم على حق، هذا حقهم أن يشرعوا لأنفسهم والعياذ بالله. فالنظرة التاريخية لذلك بدأت مع الثورة الفرنسية، الفرنسيون منذ قامت الثورة الفرنسية يعتقدون وينادون لأن الديمقراطية حق لكل شعوب لشعب من الشعوب، فوضعوا القانون الفرنسي ولم يلزموا أحدا مثلا كالإنجليز باتباع ذلك القانون، ولم يتبعوا القانون الأنجلوساكسوني الذي عند الإنجليز والأمريكان وغيرهم، نظم مختلفة، النظام الفرنسي غير النظام الإنجليزي، وكل مع أنهم صبغوا البلاد التي احتلوها بهذا إكراها وإرغاما، لأنهم في الحقيقة إنما يعبدون أصنام من العجوة إذا جاءوا أكلوها، مثل من يعبد أصنام من العجوة إذا جاء أكلها. فهم رغم أن الديمقراطية أو من حقوق الشعوب كلها عندهم، ومع ذلك يلزمونهم باللغة التي هم عليها وبالتشريعات التي هم عليها، ويمنعون إقامة شرع الله سبحانه وتعالى ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. حتى في بلاد المسلمين التي لا يوجد فيها كافر يمنعونهم من إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. فهم التزموا قانونهم ولم يتبعوا القوانين الأخرى، لكنهم يعتقدون أن للإنجليز مثلا حق التشريع، وأن لكل شعب الحق في ذلك، ولكل أمة حق التشريع من خلال ممثليها، من حقهم أن يشرعوا ما يشاءون، يحللون الزنا أو يحرمونه فهم أحرار، هذا شأنهم، ويعدون ذلك من الشؤون الداخلية التي لو أقرها نواب الشعب ورأوا تطبيقها فإنها تطبق، وإن لم يروا ذلك فلا تطبق. فهذا في أصل الكلام النظري، أما الواقع فهم لا يرون بديلا عن الإباحية، يعاقبون سياسيا واقتصاديا وعسكريا من يجرم الزنا أو يقيم الحدود الشرعية أو يقضي بالقصاص، لو استطاعوا إلى ذلك سبيلا فعلوا. ويعني إرادة منع هذه التشريعات بالقوة بكل ما أوتوا من قوة أمر ملحوظ في كل ما يسيطرون عليه. تركيا تعاقب منذ زمن طويل على أنها عندها درجة من درجات تجريم الزنا، ولذلك ألزموهم لكي يدخلوا في الاتحاد الأوروبي بإلغاء المادة المجرمة للزنا. ما زالت قوانيننا رغم أنها فرنسية الأصل لكنها ما زالت تجرم الزنا بدرجة ما بوصف معين، هي تجرم الزنا إذا كان من زوجة متزوجة ولها زوج يعترض، أما إذا كان موافقا فليس بجريمة والعياذ بالله، وعندهم عقوبة مخالفة لكنه عندهم جريمة. الزنا تعاقب المرأة الزانية إذا رفع زوجها دعوى عليها وثبت زناها بدعواه بعد دعوى يعني بالحبس لمدة سنتين لا تزيد على هذه المدة، لا يجوز الزيادة، مدة من 6 أشهر إلى سنتين، ويمكن للزوج إسقاط العقوبة وإيقاف تنفيذها بالرضا
بمعاشرتها كما كانت. وأما ما أحدثوه بعد ذلك فليس للرجل حق أن يعترض على زنا زوجته بعد ذلك. فرغم أن هذا والعياذ بالله من الكفر، إلا أنهم زادوا أنه لا يصح تجريم هذه الفواحش والعياذ بالله. وأكثر نظمهم المعاصرة تبيح الشذوذ وغيره ولا تمنعه. لكن أصل نظريتهم أنهم أن ذلك من حقوق الناس. المسلمين كلهم عندهم من الزنا مجر، ولكن الكلام على، وما زال زي ما قلنا القانون المصري يجرم الزنا لكن يجعله في دائرة معينة. لذلك القانون لا ينص، يعني المرأة غير متزوجة لا تسمى زنت، زمك يسموه وقاع، يقولوا وقاع وليس بزنا. الزنا ايه هو؟ نظرية تانية اصلا، هي النظرية الفرنسية لما كان عندهم لسه بقايا من الديانة التي كانت عندهم. لكن هو دلوقتي خلاص الامر زال عندهم ويسعون الى ازالته من العالم، مجرد التجريم فقط انه جريمة. زي ما قلنا هم بيجعلوا الزنا من دون ممن ليست ذات زوج ليس بزنا، ولكنه وقاع ممكن يجرم اذا كان بثمن بدعارة يعني، وممكن يجرم اذا كان باغتصاب، اما بتراضي الطرفين فليس بجريمة. سيأتي مزيد الكلام على ذلك. فنحاول ان نوضح كيفية ان هذا من الشرك والعياذ بالله. فهم لم يتحاكموا الى قانون غير قانونهم، ولكن اعتقدوا ان لهذا الغير حق التشريع، فبهذا جعلوهم اربابا لانهم وصفوهم بوصف الربوبية. وان لم يعبدوهم كمن يظن على سبيل المثال ان الله خلقنا نحن وهناك ارباب اخرون خلقوا خلقا اخرين، فنفس المعنى ده يعني يقول ربنا الرب بتاعنا احنا اللي خلقنا احنا، وفي ارباب تانيين خلقوا ايه ناس تانيين، يبقى ده مشرك ولا مش مشرك؟ فلو واحد بيقول مثلا ربنا انا اللي هيشرع علينا وبقيه الناس ايه لهم ارباب تانيين يشرعوا لهم، ما لا له الخلق والامر. اللي يجعل لله عز وجل شريكا في الخلق مشرك، فالذي يجعل مع الله شريكا في الامر مشرك ايضا. والله ان هذا الامر من ابين الامور واوضحها، لا يشك في ذلك من اطلع على الكتاب والسنه. فبالقطع هم مشركون الذين قالوا ان هناك خلقا اخرين لهم ارباب اخرون، لانهم اعتقدوا ان مع الله عز وجل من يخلق. وان اعتقدوا انه يخلق غيرهم فلا بد ان نعتقد ان الله هو الذي خلق كل هذا الخلق، ولا يوجد معه خالق اخر لا لنا ولا لغيرنا. فكذلك لا بد ان نعتقد ان الله وحده هو الذي يامر وينهى ويشرع لنا ولغيرنا. فلو انك مع اعتقادك ان غير الله له حق التشريع لجأت اليه وقلت له سالتزم بما تامر به وتشرعه، فقد عبدته من دون الله. يبقى جمع بين شرك الربوبيه وشرك الايه الإلهية. طب لو قال له انا انه يعتقد ان له حق التشريع والامر والنهي، ولكن انا لي نظامي الخاص، فيكون ايضا ايه مشركا في الربوبيه، وان لم يرجع اليه هو. تصحيح عباده غير الله شرك وان لم يعبد هو. يعني واحد بيقول انا بعبد ربنا، واللي عايز يعبد بوذا يعبده صح برضه، واللي عايز يعبد المسيح يعبده صح برضه، وهذا كله شرك وان لم يكن هو ايه يعبد بوذا ولا المسيح، فانه جعل مع الله عز وجل شريكا والعياذ بالله من ذلك. فكذا في الربوبية، وهذا أمر ظاهر كما ذكرنا. لذلك فهي قضية عظيمة الأهمية، ومظاهر الشرك فيها منتشرة جدا. قضية التشريع والأمر والنهي والسيادة ينصون في الدساتير المدنية على أن السلطة التشريعية من حقوق الشعب، وأن الشعب مصدر لكل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، ونحن نعوذ بالله من ذلك. قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسماهم الله عز وجل شركاء. الدين ما يدان به الناس ويحاسبون عليه. لأن البعض يقول طب لو شرعوا لهم من غير الدين، هو أنت تظن أن جزءا من حياة البشر يمكن أن تخرج عن الدين الذي شرعه الله؟ هو في حاجة يمكن أن هذا الدين، مثلا ظننت أن الدين هو الصلاة والصيام، وأما السرقة والزنا وشرب الخمر والقذف ونظام الحكم والحرب والسلم والمال هذا ليس من الدين؟ يبقى هذا شرك آخر أيضا في جحد المعلوم من الدين بالضرورة.
من أن هذا مما شرعه الله عز وجل وألزم به الناس وأوجبه على الناس. هذه التشريعات في باب المعاملات وفي باب نظم الحياة، أبواب نظم الحياة كلها تشريعات أجمع المسلمون على أنها من دين الله سبحانه وتعالى. عشان ما يجيش حد يقول إن ده ليس من الدين، ده هذا أشد كما ذكرنا. يقول نقول سماهم الله عز وجل شركاء، وهذا كما قدمنا مرتبط بالاعتقاد. فمن اعتقد أن ما يقوله فلان حق، سواء كان ذلك في التشريع أم في التحليل أم في التحريم، فهذا من الشرك في الربوبية، حتى لو لم يتحاكم إليه وحتى لو لم يطيعه في هذا. أما إذا أضاف إلى ذلك طاعته في التحليل والتحريم فقد عبده من دون الله، وهذا شرك في الإلهية. وإن لم يسمي ما فعل عبادة، إن لم يقل إني أعبدهم. عدي بن حاتم قال إنا لسنا نعبدهم، إذا مش لازم يسميهم أرباب بلفظ الرب، مش لازم يسميهم آلهة بلفظ الآلهة، طالما أنه صرف له حقوق الآلهة، وده أصل عظيم الأهمية جدا. فأنت تجد عامة من يعبد القبور والآئمة ويعني الصالحين، هل يسميهم أربابا وآلهة؟ هل يقول ربي البدوي وإلهي أبو العباس؟ لا يقولون ذلك، ولكن حين عاملهم بذلك صار مشركا والعياذ بالله، وإن كان لا يدري بين له، ولا يتصور احتياج البيان في من قال ربي فلان أو إلهي الشيخ الفلاني أو حتى النبي الفلاني، فإن هذا ظاهر لكل أحد مناقضته لدين الإسلام بالكلية. القضية دي موجودة في هذا الباب وفي باب يعني الشرك في الألوهية وفي الربوبية بالأنواع الأخرى. لا يلزم أن يسميه ربا وإلها، وإنما إذا بان له الأمر وعلم أن شرع الله عز وجل أنه يلزم ما أحله أن نحلله وما حرمه أن نحرمه، فأصر على صرف هذا الوصف وصرف هذا الحق لغير الله كان مشركا، وإن لم يقل إني أعبدهم. عدي بن حاتم قال إنا لسنا نعبدهم، فلم يكونوا يركعون لهم ولا يسجدون، يعني على ما يظن من معنى العبادة وصرف الصلاة لهم، مع أن السجود لصورهم صار في المتأخرين منهم بعد ذلك. ربما كان عدي رضي الله عنه لا يرى هذا الأمر، لكن بعد ذلك صار هناك عبادة للقديسين بالركوع والسجود وصرف الصلوات لهم، نعوذ بالله. عدي طبعا بلا شك نقول عدي رضي الله عنه أسلم ونزع هذا الوثن الذي كان عليه، لكن هو شاهد لما كان عليه اليهود والنصارى من الشرك. عدي قال إن لسنا نعبدهم، فلم يكونوا يركعون لهم ولا يسجدون، ولكن اتبعوهم في تبديل الشريعة. لم تكن طاعتهم في المعصية فقط، بل اتبعوهم في التبديل، وهذا فرق مهم لابد من معرفته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى، فتلك عبادتهم. ما الفرق بين أن يطيع الإنسان غيره في المعصية وبين أن يعبده من دون الله في هذا الباب؟ الأمر بناء على ما يعتقده، ولذلك هي قضية مرتبطة بقضية الاعتقاد. هناك من يحث غيره ويأمره بالفاحشة مثلا، ولكنه حين يطيعه في ذلك متبعا لشهوته يعتقد أنه ارتكب ذنبا، وأن الفاحشة حرمها الله فهي حرام علي وعلى غيري. مثال نذكره، لو أن أحدا من الناس قال الزنا حرية شخصية، من أراد أن يزني فليفعل ما دام برضا الطرفين، وكان سن الأنثى فوق 18، إن عندهم ما دون ذلك ما عدوم الإرادة من ضمن الأطفال، فيبقى الاعتداء على إرادة يعني عليه اعتداء حتى ولو كان بإرادته، لأن القوانين الفرنسية والمأخوذ عنها معظم القوانين العربية التي تنص على أن من واقع أنثى بغير رضاها وكانت فوق يعني إذا كانت هي بغير رضاها دي يعتبر فيها سن 18، أما ما دون 18 فأي مواقعة لها يعد وقاع محرم مجرم، يعد جريمة. أما بعد 18 وكانت راضية فهذا لا يعد جريمة، هما حران يفعلان ما يشاء.
والعياذ بالله. واحد قال كده سمعه آخر فقال إن هذا صواب، والحرية أفضل شيء ولا يعاقب إلا المغتصب. المغتصب هو الذي حتى لو كان زوجا، القوانين الأوروبية عندهم أن الزوج لو اغتصب زوجته لو عاشرها مرة بدون رضاها وعملت عليه محضر في ذلك وأثبت ذلك يعاقب عقوبة المغتصب، لأنه إيه؟ لابد أن يكون في كل مرة بتراضي الطرفين، فإذا مر من المرات اغتصبها غصبا عنها يعني عاشرها رغما عنها يكون مرتكبا جريمة، فالرابطة الزوجية عندهم لا أثر لها في ذلك. الأمر ده مش عند حد من أهل الأديان أصلا، والشيخ بيقول هو المسيحيين هنا معتقدين الكلام ده، لا ده هم طبعا كل شرائع الأنبياء لم تختلف في ذلك، إنما اللي قالوا إن الزنا مباح والزنا حرية شخصية دول الذين تحرروا من الدين بالكلية، العلمانيين اللي هم جم بعد الثورة الفرنسية كما ذكرنا الذين تحللوا من الدين بالكلية، وإلا فالزنا حرام في التوراة والإنجيل والقرآن، ومش بس حرام ده عقوبة الرجم موجودة في التوراة والإنجيل والقرآن لغاية النهاردة. المسيح عليه السلام أقرهم على ذلك لما قالوا أن أتوا للمسيح امرأة زانية فقال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. إذن ده دليل على أن هم عارفين أن الزانية في التوراة يعمل فيها إيه؟ ترمى بالحجر، ترجم، مش كده؟ ولكن المسيح كان ينعي عليهم إن صحت القصة يعني أنهم يطبقون ذلك على الإيه؟ على الضعفاء دون الأقوياء، وأن الذين يرجمون يستحقون الرجم قبلها. ولذلك قال من كان منكم بلا خطيئة، اللي ينفذ الكلام ده اللي هو مش زاني، مش اللي هو كان ينبغي أن يقتل قبل ذلك، فده دليل إن هو إن كان طائفة من المؤمنين تقوم بذلك يبقى يرموها بحجر. مش إنكار للمسيح بأن ذلك الرجم ليس من الدين، بل إقرار، ولكن أنتم لا تطبقون الدين إلا على أهوائكم. فده دليل على مثل هذا الأمر، قطع يد السارق في التوراة وما زال هذا موجودا إلى الآن. فدي لكنهم يرون أن ذلك من مخلفات العصور المتخلفة والعياذ بالله. فمن يقول إن فعلا الحرية أفضل شيء وأنه لا يعاقب إلا المغتصب، هذا قد اتبعه على التبديل، زنى بقى أو ما زناش حتى لو لم يزني، لكن بيقول له صح كلامك سليم، الحرية أفضل شيء. زي على سبيل المثال الذين يقولون الحرية تقتضي أن سب الله وسب الأنبياء ده أدب، ما فيش منع منه، وهو انعدام أدب وانعدام دين وانعدام كل شيء بلا شك. ده يعني أيام الرسوم الدنماركية المشهورة كانت طلعوا أغاني فيها سب الله عز وجل، فبيقولوا المشكلة عند المسلمين إن هم عند إحنا الحضارة الغربية عندهم إن ده أمر ليس بممتنع، من حقه إن هو يطلع أغنية يشتم فيها ربنا والعياذ بالله، بس المسلمين هذه اللي عندهم حساسية شديدة جدا ضد الأنبياء وضد إيه وضد يعني ضد من يسب الأنبياء وضد من يسب الذات الإلهية. لكن هم دلوقتي ممكن يكون هو معتقد إن هو إيه إنه مش عايز يشتم، بس هو عنده اللي بيشتم محدش إيه يعترض عليه. القضية دي بتاعت الرسوم الدنماركية كانت كلها مبنية على ايه؟ على ان دي من الحرية اللي عندهم وما نقدرش نعمل حاجة. الحكومة واقفة كانت واقفة جامدة جدا، واوروبا كلها كانت واقفة جامدة ليه؟ اعتراضا على ذلك، علشان ان دي من الامور المقدسة فوق الاديان. الحرية ان الراجل ده من حقه انه يعمل اللي هو عايزه، ويرسم اللي هو عايزه، ويكتب اللي هو عايزه، ويقول اللي هو عايزه. دي حرية مقدسة. حتى وان كانوا هم مش كلهم عملوا كده، ولكن يقولوا ان ده من حق الناس والعياذ بالله، حقهم ان يسخروا من الانبياء، ولذلك يكافئون من سخر من الانبياء، يدوا لهم جوائز. جائزه نوبل دي متاخده على اولاد حارتنا، عشان فيها ايه اولاد حارتنا؟ خلاص اتنشرت دلوقتي اولاد حارتنا، محدش يقدر يقول فيها حاجه، منشوره رسمي وموجوده في كل حته. الروايه بتسب الانبياء وتسب الله عز وجل، فواحد بيكافئ على ذلك علشان هو بيرسخ مبادئ الحريه. فلو إنه واحد حتى ما اختارش الكلام ده بس بيصححه ويصوبه فهذا شرك. الأول حلل الزنا والآخر اتبعه على التبديل، بخلاف شخص مثلا سامع شخص ثالث، سامع الأول يحلل الزنا يقول الزنا حرية شخصية فاعتقد أن هذا حرام، يقول لا أنت غلطان، بس صراحة يعني الظروف صعبة، بس الـ أنا غريب مثلا في هذه البلاد، وأنا ليس عندي زوجة، وأنا شاب محتاج أن أنا أعاشر واحدة، فتعال معايا وريني على بيت الدعارة القريب، او جيب لي واحدة صديقة اعيش معاها. فهو بيقول له دي انتوا متخلفين ليه؟ انتوا متخلفين بتحرموا الحاجات دي؟ فقالوا لا احنا بنحرم الزنا والزنا حرام، بس انا محتاج.
يبقى الرجل ده ايه؟ عاصي. يبقى الرجل ده فاسق. يبقى الرجل ده زاني لكن ليس كافرا. فاعتقد ان الزنا حرام لكنه زنى لصعوبة الزواج الآن، فاتبعه على الفعل ووافقه على الفعل، لكن لم يتبعه على التبديل فهو يقول هذا الفعل حرام. هذا الكلام الذي وملخص كلام شيخ الإسلام التيمية الذي يقول أن هؤلاء المتبعين لهم، المتبع لغيره في خلاف شرع الله عز وجل على نوعين. نوع يعتقد ما قاله ذلك المبدل دون ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع علمه أنه خالف ما شرعه الله ورسوله، فهذا مشرك. وأما آخر فيتبعه مع اعتقاده في تحليل الحلال وتحريم الحرام، يعتقد أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، لكن يتبعه لشهوة أو لغير ذلك مع اعتقاده لزوم الشريعة، فهذا شرك دون شرك، أنه له حكم أصحاب الذنوب كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. احنا نتكلم على نوع هذا الاعتقاد، نوع هذا الامر، سن تشريع يخالف شرع الله عز وجل وجعل حق التشريع لغير الله هو الذي نتكلم عنه، ان هذا في المقام شرك في الربوبية. مثال اخر، التبرج الموجود منبعه اصله من الغرب، نساء الغرب هن التي يتبرجن اشد من تبرج الجاهلية الاولى، فعلهم هذا مبني على الحرية، النساء يخرجن هناك سافرات متبرجات لأنهن حرائر يفعلن ما يشأن، فيما حرائر فيما يفعلن. الحرية أحد أسس المجتمع عندهم، فلو قال قائل من حق المرأة أن تحتجب بالزي الشرعي أو لا تحتجب فتتبرج كما تريد، لا شيء يلزمها، الشرع ليس له أن يلزمها. هذا القائل قد اتبعهم على التبديل، واتبعهم على تحريم الحلال وتحريم الحرام، وعلى عدم إيجاب الواجب، يعدون أنفسهم أحرارا في أن يفعلوا الواجب أو يردوه. كما ذكرنا ذلك في قضية أنهم أحرار غير مملوكين، ده مبني على نوع آخر من الشرك في الربوبية اللي هو في أمر الإيه؟ الملك، إن, إن, إن هم يرون أن الله عز وجل لا يملك، نحن نملك أنفسنا، وبالتالي فنحن أحرار فيما نفعل والعياذ بالله. هذا رد لشرع الله واتباع على التبديل. مثال بقى الأخرى، الغير المشركة العاصية متبرجة ترى الحجاب فرضا، ترى أنها عاصية، أما المتبرجة التي ترى الحجاب تخلفا وترى أن الشرع ليس له أن يلزمها، هذا خروج من الملة. أخرى تعتقد أن الحجاب فرض والتبرج حرام وتقول تبرجي هذا خطأ، لكن كل الفتيات متبرجات وأنا لا أستطيع ترك مجاراتهم وموافقتهم، وتخشى أن لا تتزوج، تخشى أن لا تجد وظيفة مناسبة في إذا تحجبت أو تنقبت، فتتبرج وتلبس أحدث الأزياء، وقد تكون أشد تبرجا من الأولى التي قالت إنها حرة مع شرع الله، لكن الثانية عاصية والأولى كافرة مشركة والعياذ بالله. فعل الثانية التي تتبرج وتقول أن الحجاب فريضة فعلها كبيرة من الكبائر، لها نصيب من العبودية لغير الله حين اتبعت غيرها في يعني معصية الله، لكن ليس الشرك الأكبر، الشرك أصغر ليس الشرك الأكبر، لأنها اتبعت في معصية الله ولم تعتقد أنها حرة ولم ترد شرع الله سبحانه وتعالى. يزداد الأمر وضوحا إذا تأملنا الفرق بين فعل آدم وفعل إبليس، فكل منهما عصى الله عز وجل، لكن إبليس رد الشرع، مش لأن إبليس ترك الواجب وآدم فعل المحرم، لا، الأمر ده ما رد في الشرك إلى لماذا فعل المحرم ولماذا ترك الواجب. ولذلك قال الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد، قال لم أكن لأسجد والعياذ بالله. فهذا هو الشرك، هذا هو الكفر، هذا هو رد شرع الله عز وجل. إبليس رد الشرع وقال لم أكن لأسجد، فترك فكفر بترك سجدة واحدة، ولو أكثر من ذلك أو أقل، طالما أنه رأى أنه لم يكن ليفعل، لا يلزمه أن يفعل. وآدم عليه السلام عصى وأكل من الشجرة ولم يكفر آدم، مع أنه أطاع إبليس، وإبليس هو الذي أمره أن يأكل من الشجرة، لكن لما عرف أنه ظالم نفسه
قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تبا لمن يسوي بين النوعين ولمن يلحق الأبالسة بالآدميين، ونعوذ بالله من ذلك، لأن هناك من يريد في زماننا إلحاق الأبالسة بالآدميين ويقولون الأمر من باب واحد، وإذا رد الشرع أحد فلا حرج، هو عاص لم يخرج من الملة ولم يشرك بالله كمن ترك الشرع وهو يقر على نفسه بالذنب. لم تكن معصية آدم عليه السلام عبودية للشيطان، شرك أكبر، لكنها كانت معصية، قضية اعتقاد لا متابعة في الفعل فحسب، اعتقاد أن الله وحده هو الذي يأمر وينهى ويشرع للناس، وهو عز وجل السيد الآمر الناهي، الآمر الأمر الكوني والشرعي المطاع سبحانه وتعالى في هذا الكون، هذا هو توحيد الربوبية. واعتقاد أن غير الله عز وجل يأمر وينهى ويشرع للناس شرك، وإن كان صاحبه لا يلتزم بطاعة من يعتقد أن له هذا الحق، إذا أضاف إليه اتباعه على الشرع الذي شرعه دون شرع الله كان عابدا له من دون الله، كان مشركا شرك الربوبية والألوهية. ولو رد عليه الأمر واعتقد أنه مبطل، رد على المشرع من دون الله وقال له كلامك باطل وليس لك حق التشريع وأوامرك باطلة، لكنه في نفس الوقت نفذ الأوامر وأطاعه، فهو عاص لله عز وجل. والمؤمن يقع في معصية ويقع في طاعة إبليس، ومع ذلك يرد على إبليس أمره، يقول له إبليس كلامه هو الصواب والرشاد، فيقول مؤمن كلامك خطأ وضلال، ثم يقع في تنفيذ كلامه، ينقص إيمانه ولا يزول، هذه مجرد معصية، بخلاف من يقول كلام إبليس صواب، من حقه أن يشرع للناس ويأمر وينهى وكل واحد حر. من ضمن الشرك في الربوبية شرك طائفة هي مجوس هذه الأمة، هم الذين يقولون بأنه ليس لله سلطان على أفعالهم، وهم القدرية النفاة الذين يقولون إن الإنسان مخير تخيرا تاما، ليس هناك سلطان لله عز وجل عليه، بمعنى أنهم ينفون أمر الله الكوني. يعني اتكلمنا على مظهر من مظاهر الشرك في الربوبية فيما يتعلق بالأمر الايه الشرعي، الذي يرى أن هناك من يشرع من دون الله له حق ذلك. هناك من يقول الأمر الكوني ليس متعلقا بأفعال العباد الاختيارية، ليس لله علينا سلطان، لذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، وسماهم الصحابة والسلف مجوس هذه الأمة، الذين يقولون أوامر الله كن فيكون خاصة بالذوات، وأما الأفعال الاختيارية فليست فيها كن فيكون. ينفون أمر الله الكوني المتعلق بأفعال العباد، يقولون ليست هناك أوامر كونية متعلقة بأفعال العباد، وأن قوله تعالى كن فيكون متعلق بالذوات فقط، ليس متعلقا بالأفعال الإنسانية، يقول ربنا الذي خلقنا لكن أفعالنا نحن نخلقها، ومن هنا سموا مجوسا، لأنهم يجعلون مع الله خالقين، خالق هو خالق الذوات ولكن غير خالق للأفعال، أو بعضهم يقول الله يخلق الخير ونحن نخلق الشر، فهم أيضا مجوس بهذا الاعتبار، يقول المعاصي ليست داخلة تحت أمر الله الكوني، تقول أخف ممن يقول كل الأفعال الاختيارية ليست داخلة تحت سلطان الله وأمر الله عز وجل، يقول الأفعال المعاصي فقط هي الخارجة، وأما الطاعات فبتوفيق الله وبأمر الله الكوني. لكن هذا الكلام كما أنه ضلال وشرك والعياذ بالله، لكن النوع الأول الذي يقول كل الأفعال الاختيارية الخير والشر ليست داخلة تحت أمر الله الكوني ولا أنها مخلوقة لله، أعظم كفرا وشركا، وإن كان لابد من إقامة الحجة في هذه المسائل بالنسبة للشخص المعين حتى يكفر بعينه. فهذا كلام باطن وشرك قولهم أن الأفعال الاختيارية ليست داخلة تحت أمر الله الكوني، كلام باطن وشرك بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذه الطائفة مجوس هذه الأمة، والصحابة سموها مجوس هذه الأمة، وهم الذين يقولون إن الإنسان مخير تخيرا مطلقا. يعني إحنا ليه بنحدد كلمة تخيرا مطلقا دي؟ علشان بنقول إن أهل السنة يثبتون اختيارا للإنسان،
بدرجة ما، ولكن اختيار تحت أمر الله عز وجل. الله جعله مختارا مريدا، يفعل بإرادته ما قدر الله عز وجل وما أراد. نعم، هو مخير مسير. مخير بمعنى أن له إرادة واختيار، مسير بمعنى أنه تحت أمر الله عز وجل، وأن الله خالق قدرته وإرادته. وسيأتي مزيد بيان لذلك في باب القضاء والقدر. فمن يقول إن الإنسان مخير تخييرا مطلقا، بمعنى أن إرادته وأفعاله لا سلطان لله عز وجل عليها، هذا خروج عن مقتضى الربوبية. فكيف يكون رب ثم يأمر في الكون بأمر فيحدث عكسه، وتغلب إرادة المخلوق إرادته الكونية؟ لا يوجد، أو ليس له إرادة كونية أصلا. نقول هل معنى ذلك إنسان مسير؟ نقول الصواب أن نقول إنسان ميسر. فالله عز وجل هو الذي أمر أن يكون لهذا العبد إرادة، وأن يريد العبد كذا وكذا، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله أثبت مشيئة العبد، وأثبت مشيئة الرب، وأثبت أن مشيئة العبد تحت مشيئة الرب. جمع سبحانه في هذه الآية بين الأمرين، أثبت لنا مشيئة لكنها تحت مشيئته، لنا قدرة ولكن بقدرته عز وجل كانت لنا هذه القدرة. لو أراد الله أن يمنعنا القدرة لمنعنا، وهو الذي يقدرنا ويجعلنا نفعل، هو عز وجل الذي يوفقنا للفعل. فيما يتعلق بقضية الخلق، المعنى الأول معاني الربوبية، بعض الناس بس زالت هذه الشبهة ضعفت جدا بحمد الله بعد ظهور الأمر في موضوع الاستنساخ، فيظنون أنهم سيبتكرون نوعا جديدا من البشر، يخلقون ما يشاءون. وجزء من الموضوع يثار بين الحين والآخر، يقول لك هيحددوا نوع للجنين أن يكون ذكر وأنثى. يقول لك دلوقتي وأناس كثيرون يذكرون أدوية معينة وأطعمة معينة لتحديد نوع الجنين، وأسئلة حول هذا الباب، وكأن هذا ملك للخلق، وأنهم يملكون الآن أن يخلقوا ما يريدون، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لكن حقيقة أنها غير ذلك، مسألة الاستنساخ أو أطفال الأنابيب أو مسألة محاولة التلقيح بحيوان منوي ذكري دون حيوان منوي أنثوي أو بالعكس، كلها ليست داخلة في الخلق. فالاستنساخ ده حقيقة أنه يأخذ المادة الوراثية، المادة الوراثية الموجودة داخل نواة خلية متكونة أصلا، ويضعها في بويضة تكون كأنها بدل البويضة الملقحة، ويضعها في رحم امرأة أو في حيوان أو في رحم حيوان أنثى، بحيث يتكون جنينا مشابها للنوع الذي أخذ منه، مشابها طبق الأصل للكائن الذي أخذت منه هذه الخلية. وهذا الأمر في الحقيقة استمراره محل نظر، وإلا فمعلوم أن هذا الأمر قد تبين أنه لا يسمح بالاستمرار على الدوام حتى في الحيوانات. يمكن هذا الأمر استعماله في الحيوانات ليس بمحرم إذا كانت فيه منافع معينة، لكن هذا الأمر تبين أنه يصيب بأضرار متعددة، لأن الخلية غير المعدة للتكاثر، ليست مهيئة للاستمرار حتى بعد لو تكونت حيوانا كاملا مثل الخلية التي خلقها الله عز وجل للتكاثر، الخلايا الجنسية المعروفة. فهي خلية ممكن تؤخذ من أي موضع من مواضع الحيوان، الخلية اللي هي المستنسخة دي، ويضعوها في بدل نواة بويضة غير ملقحة أو ملقحة، وتوضع هذه البويضة بالمادة الوراثية الجديدة في رحم الحيوان، فتنمو نموا طبيعيا، تكون مثل التوأمة. يعني هي في الحقيقة عملية توأمة للكائن الذي تكون ونشب، زي النعجة دول دي اللي بيقولوا عليها، عملوا توأم، يعني خدوا خلية من خلاياها ووضعوها في رحم نعجة أخرى في بويضة منزوعة النواة، تنزع نواتها وجعلت النواة بدلا منها اللي هي مشابهة للنعجة الأولى.
فكأنه بيجعل توأم للكائن الأصلي، فتهيئة الظروف للحمل بتوأم، وتهيئة الظروف الانقسام مثل منشطات التبويض مثلا التي تؤدي إلى كثرة التبويض فتنتج توائم أكثر، عملية تهيئة ظروف ملائمة لتنقسم الخلية في انقسام البويضة الملقحة التي هي في الحقيقة مكونة من خلية واحدة متكونة. هذه البويضة الملقحة يتكون منها الإنسان أو النعجة أو ذلك الحيوان، ليست بمعنى أنهم يخلقونها، جهل عظيم أن يقال ذلك أنهم يخلقون، هم لا يملكون شيئا، انقسام الخلايا وتحركتها غير مملوكة للناس ولا يستطيعون أن يصنعوا شيئا، إنما يتركونها تنقسم كما أراد الله عز وجل، فهم يهيئون ظروفا مناسبة للتلقيح كالتلقيح الصناعي. فأطفال الأنابيب مثلا يكون هناك انسداد في أنابيب المرأة لا تصل البويضة من المبيض إلى الرحم أو إلى قناة فالوب لكي يتم التلقيح هناك بالحيوانات المنوية، فيأخذون بويضة في توقيت التبويض ويأخذون حيوان منوي من الرجل في أي وقت، وعندما تخرج البويضة يتم التلقيح إما داخل الرحم بالحقن المجهري، يحقن الحيوانات المنوية في المكان المناسب، يدخل الحيوانات المنوية تكون لا تستطيع الوصول فيحقنها في المكان حول البويضة، فيتم أن حيوان منوي منها يتمكن من تلقيح البويضة، أو يتم التلقيح خارج الرحم ثم تزرع البويضة داخل الرحم. لكن هذا كله الله عز وجل الذي أخلقه سبحانه وتعالى. هو المشكلة كلها في مكان التلقيح، إن مكان التلقيح ده ممكن يكون فيه صعوبة في وصول هذه الحيوانات إلى البويضة في وقت الوقت المناسب، فيمكن أن يجعلها تلقح إما داخل الرحم أو خارج الرحم ويتم زراعتها داخل الرحم. فمثل هذا تسميته خلقا، أو اعتقد أن الناس الآن تطوروا إلى أنهم سوف يخلقون كائنات جديدة، هذا والعياذ بالله من الجهل العظيم الناشئ عن عدم معرفة ما يتم، والناشئ أيضا عن تطلع في باب العلم إلى الشرك بالله عز وجل. أعني أن هناك من يقول أن العلم الحديث سوف يغنينا عن نظرية وجود الإله، هذا الباب تجده ليس عند أهل الخبرة بهذا المجال، أهل الطب مثلا ليس عندهم أدنى تفكير في ذلك، هم يعلمون يقينا أن هذا الأمر ليس إلا لله عز وجل، لكن تجده عند الجهلة أنصاف المتعلمين الذين لا يعرفون شيئا إلا الكلام الظاهري فقط، يظنون أن هذا معناه أنهم بدأوا الآن يخلقون. كذابين اللي بيقولوا ان انت عايز بنت خليك تجيب بنت، بيضحكوا على الناس. ده هو في حاجه للعلم يعني، ده حتى امكن جزئيا مساله اختيار الحيوانات المنويه الذكريه دون الانثويه، ثبت طبيا ان في الاسبوع السابع اللي هو ساعه تكوين الاجهزه التناسليه للجنين، في بعض الهرمونات بتفرز تؤدي الى ظهور الحيوانات الأعضاء التناسلية الذكرية، وإذا نقص هذا الهرمون يؤدي إلى تشكيل الأعضاء إلى أعضاء أنثوية. فحتى لو كان الحيوان المنوي ذكري يمكن أن يتغير نوع الجنين ويمكن أن يصبح أنثى إذا نقص هذا الهرمون الذي يفرز في هذا التاريخ بسبب غير معلوم، وبالعكس كذلك. فالمسألة ليست بيد الناس، والذين يعني للأسف الشديد إن كثير جدا من القنوات الفضائية دي بتعمل خداع عظيم جدا للناس، ويخرج دجالون كذابون كثيرون يخدعون الناس بمثل ذلك رغبة في الشهرة ورغبة في المال وغير هذه الأمور من الشهوات، يخدعون الناس بمثل هذه الأمور. لا يوجد يعني إلى الآن في الطب ما يجزم بتحديد نوع الجنين، محاولات كلها ضعيفة الأثر جدا أو منعدمة بالكلية، وليس فيها أنها فعلا تحدد نوع الجنين ولك حاجة خليك تجيب ولد أو خليك تجيب بنت، هذا من جاهل لاستغلال جهل الناس أيضا كذلك. ها؟ حتى لو تم الفصل ده أصلا ليس على وجه الجزم،
واليقين، لأن الأمر ده في الظاهر لا يعرف إلا بعد الفحص الميكروسكوبي. الفحص الميكروسكوبي يقتضي موت الحيوان المنوي ده، مش هيقدر أنه يفصلها فصل تام مع بقائها حية إلا بمحاولة معرفة بعض الظواهر الخارجية لا يمكن أن تكون تامة. حتى لو وقع ذلك فإن هذا الأمر لا يعني لزوم هذا الأمر والتحكم فيه تحكما مطلقا. فالخلق لله وحده لا شريك له، ولو اعتقد أحد أن غير الله يستطيع أن يخلق ذبابة لكفر، ونعوذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.